بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض نشيد نيل مصر. نهر النيل يجري بالخير في مصر، نشرب منه ونسقي منه الزرع، وهو شريان الحياة لمصر. وقبل شرح النشيد، إن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف تحت الفيديو. نيل مصر، طبعا الأناشيد اللي على الصف الثاني الابتدائي كلها للفهم والاستمتاع بجماليات اللغة وتذوقها فقط وليست للحفظ. نسأل التلميذ ماذا تعرف عن نهر النيل ويفكر في هذا ويعبر بالرسم عن نهر النيل. ممكن يرسم النيل وحوله النخيل والأهرامات تظهر من بعيد وفيه بعض المراكب. نشاط 2، اقرأ واكتشف. نشاط ألف، صل كل كلمة بمعناها. أول كلمة: في قاع البحر أسماك جميلة. وننظر إلى الصورة، في قاع البحر يعني تحت في الأسفل. يبقى قاع معناها جانب النهر أو البحر، ولا أسفل، ولا الإنسان، ولا الطين. طبعا في قاع يعني أسفل البحر. الصورة الثانية ننظر لها، صورة طبق مصنوع من الطين، صنعت بالطمي طبقا من الفخار. يبقى الطمي هنا معناها ايه؟ جانب النهر ولا الانسان ولا الطين؟ الطمي معناها الطين. ننظر الى الصورة الثالثة ونقرأ الجملة: احب السير على شط النهر. ده طفل ماشي جنب النهر. شط معناها جانب النهر او البحر ولا الانسان؟ طبعا جانب النهر او البحر. يعيش البشر في بيوت مختلفة الأشكال. يعيش البشر، البشر اللي هو مين؟ الإنسان. طبعا النشاط الأول والثاني قبل قراءة النشيد للنص تماما. نشاط رقم 2، اقرأ واكتشف، لكي يعرف التلميذ معاني الكلمات التي سيقرأها في النشيد. وقبل قراءة النشيد للتلميذ قراءة صامتة، لابد أن يقرأ الأسئلة في البداية، ثم بعد ذلك يقرأ النشيد، ثم بعد ذلك يجيب على هذه الأسئلة. طب نقرأ الأسئلة. نشاط باء، أكمل ما يلي. 1، تتحدث الأبيات عن، هنعرف الأبيات تتحدث عن إيه. 2، النيل فوقه إيه، يا ترى إيه اللي فوق النيل؟ وفي قاعه، وإيه اللي في قاعه؟ وفي شطه زرع حوله، هنعرف الكلام ده كله بعد قراءة النشيد. 3، ندعو الله أن إيه، نقرأ النشيد ونعرف. نيل مصر، النيل في مصر من فوقه القمر، في قاعه طمي يجري به الخير، في شطه زرع من حوله الثمر، احفظه يا ربي يسعد به البشر. بعد قراءة النشيد للتلميذ قراءة صامتة، ممكن يكرر القراءة عشان يفهم المعاني أو يفهم معنى النشيد. النيل في مصر من فوقه القمر، إذن النيل في دولة مصر، وفوقه القمر، في قاعه طمي، قلنا قاع يعني أسفل، في أسفل النيل طمي، والطمي اللي هو الطين، يجري به الخير، في شطه زرع، شطه الجوانب اللي على النيل، الشواطئ من هنا ومن هنا، جانب النهر أو البحر، في شطه زرع من حوله الثمر، ويوجد فيه الثمر كمان، احفظه يا ربي، إذا ندعو الله أن إيه؟ أن يحفظ النيل، احفظه يا ربي لكي يسعد به البشر، البشر اللي هو الإنسان. نجيب على هذه الأسئلة. نشاط باء، أكمل ما يلي. 1، تتحدث الأبيات عن إيه أبطال؟ طبعا عن نهر النيل أو النيل. 2، النيل فوقه ممتاز القمر، وفي قاعه في أسفله إيه؟ في أسفله الطمي اللي هو الطين، وفي شطه زرع حوله الثمر، ندعو الله أن يحفظ نهر النيل. نشاط جيم، حان الآن وقت القراءة الجهرية، هيا اتبع تعليمات معلمك. وكما تعودنا في القراءة الجهرية نحاول تحليل كلمات النص واستخراج الظواهر اللغوية. نيل مصر، طبعا نيل اسم وبها مد بالياء، نيل مصر اسم دولة، والنيل يقع في دولة مصر، ويقع احنا عارفينها من الدرس اللي عدى معناها يوجد، يعني نهر النيل يوجد في دولة مصر.
النيل في مصر. النيل اسم لأن بها ألف ولام، واللام شمسية، اللام الشمسية لا تنطق، وعرفت لام شمسية إن الحرف اللي بعدها فوقه شدة، والحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. النيل، وتلاحظ أنه ثقيل في النطق، يعني تقول النيل. وكلمة النيل بها مد بالياء، والممدود حرف النون. في مصر، في حرف جر وبها مد بالياء. في مصر اسم دولة. من فوقه القمر، من حرف جر، والرجع على حروف الجر سريعا، من إلى، عن على، في، والكاف والباء واللام. فوقه اسم ومعناها أعلاه، ومضادها أسفله، تنتهي بهاء مربوطة وليست تاء مربوطة. القمر اسم أيضا لأنها تبدأ بالألف واللام، واللام قمرية. القمر لأن حرف القاف في جملة جحا غبي فك مخه وقع. القمر وجمع القمر الأقمار. في قاعه طمي، في حرف جر وبها مد بالياء. قاعه اسم ومعناها أسفله وبها مد بالألف، والممدود حرف القاف، وأيضا نلاحظ أنها تنتهي بهاء مربوطة وليست تاء مربوطة. طمي اسم وبها تنوين بالضم ومعناها طين. يجري به الخير، يجري فعل مضارع ومعناها يسير، ومضادها يتوقف وبها مد بالياء، والممدود حرف الراء. به الباء حرف جر والهاء للضمير. الخير اسم لأن بها ألف ولام، واللام قمرية. الخير ونلاحظ حرف الخاء في جملة جحا غبي فك مخه وقع. كلمة الخير مضادها الشر. في شطه زرع، في حرف جر وبها مد بالياء. شطه معناها جوانب النهر أو البحر، وكلمة شطه اسم وبها حرف مشدد، والحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، وتنتهي بهاء مربوطة وليست تاء مربوطة. زرع اسم وبها تنوين بالضم. من حوله الثمر، من حرف جر، حوله اسم وتنتهي بهاء مربوطة وليست تاء مربوطة. الثمر اسم لأن بها ألف ولام، واللام شمسية، ونلاحظ الحرف الذي يلي اللام فوقه شدة، والحرف المشدد بكم حرف؟ باثنين، الأول ساكن والثاني متحرك، وجمع الثمر الثمار. احفظه يا ربي، ندعو الله أن يحفظ نهر النيل، احفظه يا ربي. واحفظه فعل أمر، يا ربي أسلوب نداء، يبدأ بأداة النداء يا وبها مد بالألف، يا ربي. ربي بها حرف مشدد اللي هو الباء بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، وبها مد بالياء. يسعد به البشر، يسعد فعل مضارع، به الباء حرف جر والهاء للضمير، البشر معناها الإنسان. كلمات على نفس الوزن، ممكن ندرب التلاميذ على كلمات زي حلم، علم، صغير، كبير، شكور على وزنها غفور، كريم على وزنها رحيم. طيب نلاحظ في الكلمات، حلم تتكون من 3 حروف، وعلم أيضا تتكون من 3 حروف. طب نشوف التشكيل، الحاء تحتها كسرة واللام ساكنة، العين تحتها كسرة واللام ساكنة، حلم علم. طيب نهاية الكلمة تنتهي بحرف الميم، وكلمة علم أيضا تنتهي بحرف الميم. يبقى إذن تشترك 3 شروط في الكلمات على نفس الوزن. الشرط الأول عدد الأحرف، الشرط الثاني ضبط الكلمة أو تشكيل الكلمة، الشرط الثالث نهاية الكلمة. نلاحظ كلمة صغير وكبير نفس الكلام، عدد الأحرف وتشكيل الكلمة ونهاية الكلمة، وشكور وغفور وكريم ورحيم. ممكن نشوف الكلمات على نفس الوزن في النشيد زي كلمة فوقه، قاعه، شطه، حوله. طيب لما نحب نجيب كلمات على نفس الوزن لكلمة النيل، هنقول النيل، الفيل، الجيل، الميل. 3 لاحظ واكتشف، نشاط اقرأ الكلمات وحدد المشترك بينهما. قمر، بشر، ثمر. نلاحظ ان الكلمات تتكون من 3 حروف، هنبص على عدد الاحرف، قمر 3 حروف، بشر ايضا 3 حروف، ثمر 3 حروف. طيب الشرط الثاني ضبط الكلمة او تشكيل الكلمة، كلمة قمر القاف والميم فوقها فتحة والراء ضمة، قمر. كلمة بشر الباء فتحة
والشين فتحة والراء ضمة. باشارو. كلمة ثمر فاء فتحة والميم فتحة والراء ضمة. ثمارو. إذن عدد الأحرف والضبط تمام. الشرط الثالث نهاية الكلمة. كلمة قمر تنتهي بالراء وبشر تنتهي بالراء وثمر تنتهي بالراء. نكتب المشترك بين الكلمات. طبعا أول حاجة عدد الأحرف، كل كلمة ثلاثة أحرف. تاني شرط معايا ضبط الكلمة، تشكيل الكلمة زي ما احنا شفنا نفس ضبط الكلمة. تالت حاجة نهاية الكلمة، تنتهي كل هذه الكلمات بحرف الراء. نستخلص من هذا النشاط ان التلميذ لما يحب يجيب كلمات على نفس الوزن لازم تتوفر الثلاث شروط: نفس عدد الأحرف، نفس ضبط الكلمات، نفس نهاية الكلمة. أربعة لاحظ وتعلم. نشاط ألف، اختر الكلمة المناسبة للوزن. قبل أن يختار التلميذ لازم يكون في ذهنه الثلاث شروط: الشرط الأول نفس عدد الأحرف، الشرط الثاني نفس ضبط الكلمة، الشرط الثالث نفس نهاية الكلمة. علم، قلم، يا ترى على وزنها هرم ولا بيت ولا فيلو؟ عدد الأحرف كل الكلمات ثلاثة أحرف، نفس ضبط الكلمة يعني تشكيل الكلمة علم قلم هرم. هنا فتحة وهنا فتحة، لكن هنا فتحة وسكون وهنا كسرة ومد. إذن الكلمة هي هرم، وينطبق عليها الشرط الثالث اللي هو نفس نهاية الكلمة تنتهي بحرف الميم. إذن كلمة هرم هي المناسبة للوزن. أزهار أشجار، طبعا الشروط في ذهن التلميذ. ممكن يقرأ بنات أنهار برتقال، اللي على وزن أزهار ممتاز أنهار. قصور عطور نهر بحار زهور، تنفع قصور عطور نهر. طب قصور عطور بحار ولا قصور عطور زهور؟ إذا نختار كلمة زهور. نشاط باء، صل الكلمات المتشابهة في نهايتها. تفاح آخرها ألف مد وحاء، تفاح. طيب على وزنها ألحان ولا قطار ولا تمساح؟ على وزنها تمساح. أغصان على وزنها ألحان. دجاج تتشابه في نهاية الكلمة مع زجاج. حمار على وزنها قطار. خمسة شارك. نشاط ألف، تحدث مع صديقك عن نهر النيل مستخدما للكلمات الآتية. طبعا في الدرس الماضي جاب صورة وادي الريان وبعض الكلمات، وقال للتلميذ تحدث عن وادي الريان باستخدام هذه الكلمات. طبعا ده تدريب على كتابة موضوع التعبير، وهذا النشاط هام جدا للتلميذ، ولا بد أن يقوم التلميذ بتنفيذ هذا النشاط بنفسه. طيب هنعمل ايه؟ طبعا أول كلمة سر الحياة، نخلي التلميذ يجيبها في جملة زي كده: نهر النيل سر الحياة. طيب كلمة خير ممكن نقول نهر النيل يجري بالخير. وكلمة ثمر، النيل على شطه الثمر. ويحاول التلميذ مرة أخرى إعادة تجميع هذه الجمل ويكتبها مع بعضها البعض. يقول مثلا نهر النيل هو سر الحياة لمصر، ونهر النيل هو الذي يجري بالخير في مصر، ونهر النيل على شطه الثمر. نشاط باء، اكتب بخط النسخ. نهر النيل أطول أنهار العالم. نلاحظ في الكتابة، ولا بد أن يلاحظ التلميذ أن تكون الحروف على السطر، ويراعي الحروف التي تنزل تحت السطر. يعني نكتب زي كده: نهر النيل أطول أنهار العالم. نلاحظ حرف الراء واللام والواو واللام وجزء من الهاء والراء والميم تحت السطر. ونلاحظ أيضا حرف الألف يتساوى مع اللام ويتساوى مع الطاء، لابد أن تتساوى الحروف في الأعلى وفي الأسفل تتساوى أيضا وتنزل تحت السطر الحروف تحت السطر. بكذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم نموذج وصف مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.